رويدة يمكن تكلمنا عن النفير قبل شوية قبل ما نطلع الفاصل، إنه مهم جدا نعرف أرقام التلفونات والحسابات البنكية. والحساب البنكي نعم. رؤى يا ريت ورينا. بتاع نفير حاليا في منظمة جسر في العمارات شارع 37 قبل قلنا الأرقام بتاعت البلاغات الثلاثة، حاليا حوريكم برضو الأرقام بتاعت الحساب. هي على بنك الخرطوم، واحد حق بجنيه سوداني، رقم الحساب 11 73 03 8 600. رقم الحساب الثاني بالدولار 05 17 30 38 600. ثاني قولهم ثاني. طيب رقم الحساب بالجنيه السوداني 17 73 03 8 600. بالعملة بتاعت بالدولار 05 17 30 38 600. زي ما وريتكم انه برضو الموقع بتاعنا في العمارات شارع 37 منظمه جسر للتنميه المجتمعيه. طيب دي الحسابات البنكيه، لكن سريعا كده في حاجات برضو يكون محتاجين شبابهم متحركين وماشيين للمناطق دي، المويه، المخيمات، المشمعات، حاجات اسعافيه سريعه. شنو الحاجات؟ اي حاجات لوجستيه اهم حاجه هسه بتسير الشغل. عربات الدفع الرباعي دي بتحرك بها التيم يخش المنطقه ذاته. احنا اليومين فاتت واجهتنا صعوبه انه نخش المناطق نعمل حظر لانه العربات قليله، الشركات مقفله اللي بتدينا، لكن في حبه وعود من شركات يعني كذا شركه كده، وبعدين في الايام الجايه حاولوا يوفروا لنا عربات. فاكثر حاجه احس ان احنا محتاجين متطوعين بعرباتهم او بيدون العربات، احنا بنوفر سواقين اضافه لمويه الشراب، وحتى ممكن متبرعين سواقين للعربات. لا يعني صح، مويه الشراب يعني مويه الشراب مهمه جدا لانه الوضع هناك متأزم جدا، اي محاوله بتاعت مويه ملوثه بتسبب كارثه، خصوصا ان البلد قبل اقل من سنتين كان فيها الوباء بتاع الكوليرا يعني. ايوه دي اكثر حته الناس متخوفه منها الكوليرا حاليا. صحيح مش عارف ايش كان مسمينه شنو؟ كان الحكومه كان مدياو اسم دلح كده الكوليرا. اسم كده وهم قادرين يحتفوا به. ايوه هي الكوليرا. لكن خلاص في حاجات بقت واضحه. ايوه عايزه اطلبها طلب قبل ما يطلعوا مننا ابراهيم ورؤى. يعني الزول اللي بيساعد ذاته محتاج حمايه. ودي واحده برضه كانت من اشكالات شباب نفير، شباب دي انا بعني بها البنات والاولاد طبعا. انه ما قاعد يحموا رقبتهم بطريقه كويسه، يعني ما بكون عندهم ادوات السلامه الصحيحه. فعشان احنا برضو نحاول لقدام بعد سنتين ثلاث سنين ما نحتاج للمساله دي، ويكون موجود فعلا ادوات سلامه في كل بيت. صحيح، ونحافظ على شبابنا وبناتنا. صحيح، وهم ذاتهم يعني انا ما اعرف الخوذه بتاعت الراس دي اسمها شنو، ده اسمها العربي شديد خوذه الراس. اسمها شنو يا رؤى؟ اسمها خوذة برضه بيلبسوها المهندسين الفضائي. أيوة. زول هو حايم. أيوة. مهمة شديد صح. في الحقيقة واحدة من ميزات مبادرة النفير إنها مما بدت كانت تتعامل بمعايير عالية جدا. يعني معايير أتذكر في 2013 لفتت انتباه المنظمات العالمية خصوصا في الجندر إيكواليتي. صحيح. عندنا مثلا. أيوة. البنات كانوا هم الغايدين الفرق الميدانية. صحيح. مثلا هم التيم ليدرز، هم أكثرهم متطوعين كده. صحيح. السلامة بتلقى التيم طالع معهم معدات السلامة، علبة إسعافات أولية، كل الحاجات متوفرة. حالياً دي ممكن تكون من حياة الحس اللي إحنا سعين لأنه نوفرها. إبراهيم صافي وعبد الوهاب رؤى ماهر نورتونا كثير. شكراً لكم وإن شاء الله دائماً موفقين ويدنا معاكم. إن شاء الله. ودائماً إيداننا للبلد يا رويد. طبعاً بكل تأكيد إيداننا معاكم و24 قراءة دائماً مفتوحة أبوابها. إلا تعرف أنه نفير الخريف وهي زي ما بنقول نسخة جديدة لعمل قديم وصلت وين. احنا معاكم ايدنا معاكم باذن الله. شكرا لكم كثير. شكرا لكم كثير. شكرا جزيلا نورتونا. اذا مشاهدينا ننتقل معكم الى فقره فيتشر اليوم وحديث عن قصه نجاح. هي كفاح تكللت بالنجاح زي ما بنقول دائما. ومنكم ساري الى معيد بجامعه الخرطوم صلاح يوسف النور. نشاهد الحياة تجعلك تتمسك وتتشبث بأي شيء حتى تصل إلى حلمك. هكذا هي حياة صلاح الذي تشبث بباب الحافلة ليعمل كمساري بالمواصلات العامة بالعاصمة الخرطوم، لينتقل من باب هذه الحافلة إلى باب حلمه جامعة الخرطوم الجميلة والمستحيلة. الكمساري الذي يعمل ليل نهار في جد وعرق وهو يلتقط رزقه جنيها جنيها. يعني أنا بدأت كمساري من 2008 لهسه أنا زي 10 سنة كده. يعني أنا في خلصت الأساس بقيت شغال كمساري يعني 10 سنة. من خلال 10 سنة دي تخيل بيكون مواقف كثيرة يعني. لكن الحاجة اللي علمتني ليها إنه أنت كل ما احترمت نفسك
وقد يعني أديت دورك الحقيقي المطلوب منك وقمت بوظيفتك بأكمل وجه، ما في حاجة بتجيك يعني. ناس كماسرة كثير بيشكوا إنه الناس بيشاكلوا معهم، وفي ناس كتار بيشكوا إنه الكمساري بيشاكلوا، يعني زي اللي تحس إنه في إشكالية أبدية كده أو علاقة قديمة بين مشكلة بين الركاب والكماسرة. لكن إذا أنت راكب دفعت حقك كامل، هو كمساري شال منك حق يعني ما في مشكلة. لكن المشاكل دي بتجي حسب الناس الافتراضات اللي في ذهنها الخاتة، حسب مثلا تصوراتهم، حسب يعني حاجاتهم، يعني نظرتهم الدنيا لأي زور مثلا زور كده يقول لك اخدكم ساري ساي. الآن يعلم الأجيال كيف تكون قوية وصامدة مجتهدة للوصول إلى حلمها، فالطريق طويل والحياة تحتاج للمعاناة. فصلاح نال مرتبة الشرف وأصبح معيدا في كلية علوم الجغرافيا والبيئة قسم التخطيط والتنمية. طالب خلوق ومميز طيل السنوات التدريسية، وكان مشاركة فعالة في الكلاس، وهو مثل يحتذى به يعني، وإن شاء الله كل الشباب يكونوا برضه شنو مميزين زيه. وهو ما شاء الله يشتغل كان كمساري في الأيام الفاضية يعني، هو أصلاً في الأول خل الدراسة بعدين بيجي ماري من أمام جامعة الخرطوم على حسب روايته لينا الغيرة أخذته، فرجع طالب مرة تانية لشنو الجامعة وتميز ما شاء الله على أغرانه وأخذ مرتبة الشرف وتعين في النهاية شنو معيد، وإن شاء الله ربنا يوفقه. كان يقف بين الركاب والآن يقف بين الطلاب وبين أصدقائه، فخورا ومتفاخرا بما حصد، مرفوع الرأس متبهجا قويا، فقد تعلم الكثير من باب الحافلة. والله تعلمت إنه أول حاجة ما في حاجة اسمها مستحيل، يعني حاجة مستحيلة ما في. اتعلمت الصبر، اتعلمت تبدأ أكثر مما تستنى تأخذ، يعني تقدم أكثر مما تأخذ. اتعلمت إنه الناس كلها واحد، اتعلمت إنه يعني حاجات كثيرة ما ممكن أقول لك اتعلمت شنو، لكن لأنه هي الحياة في نفسها مدرسة، يعني كل ما زول واجه يعني خلتني أواجه أكثر، خلتني إنه أحتك بالواقع أكثر، علمتني إنه أنا يعني أواجه، كل ما واجهت أكثر كل ما نجحت أكثر. علينا نتمسك بحلمنا كما يتمسك صلاح بباب الحافلة، سوف نصل، فإن رزق الله واسع. والله تحية إجلال وإحترام لأستاذ صلاح، وزيه نماذج كثيرة جدا جدا، شباب كثيرين جدا بيكونوا شغالين أعمال إحنا ممكن نستصغرها، لكن هم بعد ذاك بيجوا بفروق بين نتائجهم الكبيرة وبين كفاءة. صحيح، كفاءة سودانية خالصة، يعني من تحول وتطور من مهنة عندها قدر كبير جدا من العطاء والتعب. صحيح. لمهنة أكبر التعليم. صحيح والله، وعلمنا دروس من خلال التنقلات المختلفة دي. أنا عندي رأي دائما الناس اللي بيكافحوا هم اللي بتفوقوا، بيكون عندهم هدف ماشي له. صح صحيح الكلام ده عند الموسيقيين كيف؟ صحيح المعاناة بتولد الإبداع؟ لا، شفت الإشارة دي الهاردر. والله المعاناة اصلا هي المعاناة هي اللي بتخلق الموسيقى. يا سلام، يعني الزول بإحساسه يعني بحس اذا في عناء، اذا في مثلا قصة اثرت فيه او حاجة اثرت فيه، فطوالي بدا يعني مثلا يألف موسيقى، او مثلا بنفس الطابع يلقى له مثلا اغنية هي مطابقة للحاجة اللي لقاها، فبيقوم بيشتغلها كموسيقى كميوزك بإحساس عالي اعلى من الإحساس بتاع الاغنية لما تغني. الحياة دي بتشكل دور في الحياة. في احنا برضو عندنا مشكلة، انا ما عارفة توافقني على ولا لا، انه دايما ده سؤال طوال قاعد يتقال للموسيقيين والفنانين والشعراء وغيرهم، انه احنا ما قادرين نصل بموسيقانا دي للعالمية، فهل فعلا في اشكال انتو كشباب وبقت الحاجات ما صعبة وشفنا كثير تجارب، هل فعلا احنا عندنا مشكلة بتاع توصيل الموسيقى؟ طيب ده سؤال حلو. نحن ما عندنا عدم المقدرة إننا نوصل. تمام، لكن نحن كلنا كشعب سوداني إدعودنا إنه يعني محترامي لنا السودانيين عندنا إحساس بالدنيا.
فما بنحب حاجاتنا او ما بنحترم حاجاتنا، ما بنديها قيمتها الحقيقيه. تمام. فعليه بيشوف انه يا اخي نحن لو عملنا اي حاجه ما بكون لها معنى. يعني نحن ممكن نكون اغنى بلد في افريقيا او في الوطن العربي موسيقيا. صحيح. احنا عندنا 99 جبل، جبال النوبة، اي جبل رقصته براو، اي جبل يغاعه براو، اي جبل ثقافته براو. عندك في الشرك في اكثر من لونية. أيوه. اذا كان يغاع او اذا كان لونية بتاعت غنى. صحيح. عندك في الشمال، اعلى الشمال الحلفاويين اللي تحت. أيوه. الضناقلة. تجي الشماليين اللي هم الشوايقة اللي عندهم تفاصيل براهم. تجي للجعالين نهر النيل عندهم برضو. يعني احنا اغنى بلد. تجي الاغاني بتاعت الوسط فيها مزيكا عجيبة، فيها كل انواع المزيكا. بعدين بقول لك يا اخي المزيكا السودانية ما عندها هوية، لا هي عندها تعددية. يعني اصيل العرب، احترامي للعرب، عندهم العشرة بلدي، الراب دي على مستوى الايقاعات. يعني بتلقي الشرق الاوسط كله بيشتغل بالايقاعات دي. يعني احنا عندنا اكثر من لون بتاع ايقاع. طيب ما نسمع اكثر من لون منكم، رايكم شو؟ ما تسمعونا حاجة كده فيها اكثر من لون جدا، لانك انت قدمت مرافعه حلوه في حق الموسيقى السودانيه. انا استمتعت جدا صراحه بكلامك اللي كنت بتقوله. ايوه. احنا عشان ما دايرين برضه حنشارك معنا المشاهدين. ايوه تمام. لكن نقوم نتفق انا وعمار بنشاكل برا بعد ذاك انه اخر الحلقه. ايوه. واصلا احنا وصلنا لنهايتها، يدونا مقطوعه اهداء لكل البيوت السودانيه. ممكن اتفقنا ما حنشاكل. ما حنوعدونا يا مشاعر عمار انه يلزمونا حاجه للتصليح زي ما قالوا. هو قال لي تحسين المزاج. كيف انا قلت تصليح ما تصليح، تحسين المزاج وشعر عني جدا. تمام. احنا والتيم كله. طيب 24 جيرات لتاني يوم. نتمنى حقيقي انه، ودائما بتكون امنيتنا، انه كل سنه ينعاد علينا تامين ولامين زايدين ما ناقصين، رغم انه احنا نقصنا كثير جدا جدا. ويرجعوا الناس الغايبين، يرجعوا الناس الغايبين، يرجعوا الناس المفقودين ان شاء الله، والغايبين برضو في الغربه. كل سنه وانتم طيبين تاني. انتم طيب. ان شاء الله يوم جديد باذن الله. ان شاء الله يوم جديد وسعيد وملان حب وخير وسلام وفرح للبلد ولكل الناس في كل مكان. رويده سعيدة جدا بالرفقه معكم رويده مشاعر، وتحيه لفريق الاعداد دائما، وتحيه للزملاء في الاخراج وفي كل الاستاف العامل معنا من خلال 24 جراد. نسعد جدا بانه نقدم جهدهم على الهواء مباشرة. كل سنة وانتم طيبين مجددا، والختام مع مصعب وصدام وأحلى موسيقى. يلا مساحة عندكم. شكرا. مع آيلاند ليك لزول اسمه لوناسا، فهي قريبة من الخماسي السوداني، حاجة ممتازة.